الوطن الاقتصادية، نشرة إخبارية يومية من الأحد حتى الخميس الساعة 4 حتى 4:30 على شبكة وطن الإعلامية. نتابع آخر وأهم ملفات الشأن الاقتصادية مع تحليلات اقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطن الاجتماعية والمعيشية. هذه النشرة برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، بناء. وبنك الاستثمار الفلسطيني، تنمية وأمان. الفرصة بتيجي مرة يا بتلحقها يا بتطير، الحقها وما تطيرها، بحرك ما بدها تفكير. وانا فرصتي اجتني وهفتح حساب توفير، فرصة اربح 10 أضعاف سيدي كل 10 أيام، او اربح ربع مليون وتتحقق كل الاحلام. ممكن اربح كل يوم 1000 دولار لما الفرصة تجيني، مع فرصتي من بنك الاستثمار الفلسطيني. انا لما ينزل الراتب بوفر وحسابي مضمون، ممكن اكون سعيد الحظ اللي هيربح ربع مليون. انا فرصتي بتغير حياتي، فتحت حساب لي ولولاد، حكيت للحبايب واخواتي ولابوي وامي وحماتي. حساب فرصتي ممكن يغير لي حياتي وسنيني، الاستثمار الفلسطيني. افتح حساب توفير فرصتي لك أو لأحد أفراد عائلتك، أو أودع بحسابك بقيمة 100 دولار أو ما يعادلها. لا تدخل السحب على الجوائز. يبدأ السحب على الجوائز خلال شهر 6 ويستمر حتى تاريخ 20/12/2023. حساب التوفير فرصتي ممكن يغير لك حياتك. خاضع لشروط الحملة. بنك الاستثمار الفلسطيني، تنمية وأمان. مستمعينا مشاهدينا، أهلا بكم في نشرة وطن الاقتصادية، وفيها أهم أخبار الاقتصاد الوطني والإقليمي والعالمي. اليوم الخميس 27 تموز للعام 2023. تتابعوننا على وطن اف ام على الموجة 99.2 اف ام، تشاهدوننا عبر التلفزيونات التفاعلية، بثنا المباشر على موقعنا الإلكتروني وطن.net، وبثنا المباشر عبر صفحتنا على فيسبوك وكالة وطن للأنباء. سنكون معكم من غرفة التحكم الزملاء خالد نجاص ومحمد ريان، وسأكون معكم من الإعداد والتقديم سماح الكحلة. ونشرة وطن الاقتصادية تأتيكم برعاية سند. سند، استدامة، تطوير، وبناء. وبرعاية بنك الاستثمار الفلسطيني، تنمية وأمان. ونستهل نشرتنا بأبرز العناوين. هيئة تشجيع الاستثمار توقع اتفاقية تعاون مع بنك الاستقلال. أزمة مياه متفاقمة في بلدة كوبر شمال مدينة رام الله. ومن أخبار الاقتصاد العالمي، البنك المركزي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة للمرة 12 على التوالي. إلى التفاصيل. وقعت هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية اتفاقية تعاون مع بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية، تنص على دخول البنك ضمن برنامج القرض الميسر الممول من الحكومة اليابانية. ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة أحمد حاج حسن ومدير عام البنك مهدي حمدان في مقر البنك بمدينة رام الله، بحضور رئيس مكتب تمثيل الياباني لدى فلسطين يوئيتشي ناكاشيما.
وأكد حج حسن أهمية هذا التعاون والدور التكاملي بين الهيئة وبنك الاستقلال، لافتا إلى أن الاتفاقية تشكل نقطة انطلاق لتأسيس إطار مهم سيسهم في تطوير وتنمية الاقتصاد الفلسطيني. بدوره أعرب حمدان عن سعادته بهذا التعاون كمقدمة لاعتماد بنك الاستقلال ضمن القرض الميسر جي فاست للمدن الصناعية الفلسطينية، مثنيا على دور هيئة تشجيع الاستثمار والحكومة اليابانية في دعم الاقتصاد الفلسطيني، مؤكدا على أن هذا التعاون سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الصناعية. جهته أكد ناكاشيما بالتعاون بين أو أشاد ناكاشيما بالتعاون بين الهيئة والبنك، مؤكدا أهمية وجود بنك تنموي فلسطيني مثل بنك الاستقلال يخدم الاقتصاد الفلسطيني. وأشار إلى أن الحكومة اليابانية بصدد إنشاء العديد من المشاريع التي من شأنها أن تسهم في تحقيق تنمية مستدامة تخدم الشعب الفلسطيني. يذكر أن برنامج جي فاست يأتي ضمن مجموعة برامج تنفذها هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية لدعم المستثمرين، ويختص هذا البرنامج في دعم المستثمرين في مدينة أريحة الصناعية الزراعية، حيث يتم تغطية فوائد القروض الممنوحة للمستثمرين في المدينة من خلال منحة مقدمة من الحكومة اليابانية عن طريق وزارة المالية لتحفيز الاستثمار ودفع عجلة التنمية نحو التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل. وفي خبرنا الثاني، انضمت جامعة النجاح الوطنية إلى قائمة شركاء البنك الوطني ضمن رسالة المسؤولية المجتمعية لبرنامج التوفير، بعد توقيع الطرفين اتفاقية تعاون لدعم طلبة المحتاجين المنتسبين إلى الجامعة. وبموجب الاتفاقية سيقدم البنك الوطني مجموعة من المنح الدراسية لصالح الطلبة المحتاجين لسداد أقساطهم الجامعية وفقا لترشيح الجامعة. ووقع الاتفاقية عن الجامعة المدير المالي رشيد الكخن، وعن البنك الوطني مديرة العلاقات العامة ريم عناني في حرم الجامعة، بحضور عدد من الإداريين من كلا الطرفين. وأشارت عناني إلى أن التعليم هو الركيزة الأساسية للنهوض بالمجتمعات، وهو حجر الأساس لتحقيق الأمان المستقبلي للأفراد، وهذا ما يقوم عليه برنامج توفير الوطني وما تساهم به رسالة المسؤولية الاجتماعية التي يحملها البرنامج، مؤكدة أن التعليم الجيد هو أحد أهداف التنمية المستدامة التي يتمناها البنك الوطني ويسعى للتركيز عليها سواء من خلال برامجه أو مبادرته الاجتماعية. ومن جانبه أشار الكخن إلى أهمية هذه المبادرة وأثرها الإيجابي على الطلبة المحتاجين في الجامعة، وأكد على أهمية هذه المبادرة حيث أنها تأتي في وقت يتزايد فيه عدد الطلبة المحتاجين نتيجة للظروف الاقتصادية السيئة ويتناقص فيه عدد المانحين، بالإضافة إلى أن هذه المبادرة انفرد بها البنك الوطني. وبدوره ونيابة عن الجامعة، قدم المدير المالي الشكر لإدارة البنك الوطني، مؤكدا على أن الجامعة تثمن هذه المبادرة النابعة من مساهمة البنك في المسؤولية المجتمعية وكافة المؤسسات الوطنية الفاعلة في هذا المجال. ومن الجدير بالذكر أن البنك الوطني خصص منذ مطلع العام ميزانية لدعم الطلبة المحتاجين من خلال إبرامه سلسلة من الاتفاقيات مع كل من جامعة بيرزيت وجامعة القدس أبو ديس وجامعة البوليتكنيك وجامعة النجاح الوطنية كجزء من دعم قطاع التعليم من خلال تبرعه بدولار مقابل كل حساب توفير جديد ضمن برنامج توفير الوطني لصالح صناديق الطلبة المحتاجين في هذه الجامعات لاستكمال مسيرتهم التعليمية.
في ملف آخر، أعلنت بلدية كوبر في بيان عزمها الانسحاب من امتياز مصلحة مياه محافظة القدس، وذلك على ضوء انقطاع المياه عن المواطنين في البلدة لفترات طويلة وعدم انتظام تزويدهم باحتياجاتهم من مياه الشرب وسوء إدارة توزيع المياه من قبل مصلحة مياه القدس. وأوضح رئيس بلدية كوبر شوكة البرغوثي في حديث لوطن أن أزمة المياه استفحلت ومستمرة منذ أكثر من شهرين، وهذا العام تفاقمت أكثر مما كانت عليه في السنوات السابقة. لنستمع إلى ما قاله رئيس بلدية كوبر شوكة البرغوثي لوطن. هذه الأزمة تتفاوت، طالما أنا عندي ضخ في كوبر ليش تكون ما يكونش الضخ بالتساوي؟ طبعا إحنا ندرك أنه يوجد أزمة مياه في البلد في كل المنطقة، ندرك إجراءات الاحتلال بالتضييق بهذا الموضوع، وندرك كمان التقنين للمياه. تواصلت، حاولت أتواصل مع رئيس المصلحة للضرورة القصوى نحكي بمشكلة المي في كوبر من أجل إيجاد حل لها شامل. أنا ما بديش حل 100%، أدرك ذلك إنه فيش إمكانيات لحل هذه المشكلة 100%. فبالتالي هذه مشكلة، هم بيختلفوا، عندنا مشكلة وبيديروا مشكلة اجتماعية في البلد. الناس لا تثق في البلدية ولا تثق في المؤسسة وفقدت الثقة حتى في مصلحة المياه. لهذا السبب البلدية أو المجلس البلدي استدعى أنه يخاطب يعني الرأي العام في هذا الحكي، يثير هذا الحكي للرأي العام. إحنا يعني يفترض مصلحة المياه هي توجد الحل لهذا الموقع. يعني أنا لما أفتقد جرعة المي، لما أفتقد جرعة المي للطفل للبيت معناته في مشكلة. أثر انقطاع المي إنه الناس تلجأ إنه تشتري تنكات مية وتجيبوا مي لشديد الأسف يعني غير قبل الاستعمال. تنك بيجيك منين معبى ما حدا بدري، مجهول المصدر تبعه، مجهول المي اللي فيه، فبالتالي شوف قديش بده يأثر في المستقبل. إضافة إلى ذلك إنه هذه التنكات بتقدرش تغطي لكل الناس، بتقدرش تغطي للمواطنين كلها. العبء المالي اللي بقى على شراء التنكات، كل بيت بده 600 شيكل 700 شيكل 1000 شيكل في الشهر حسب البيت، كيف بده يغطي؟ أنه دخل بده يغطي للمواطن لكل الأسر الفقيرة أو ذوات الدخل المحدود. في المقابل، عزى مدير عام مصلحة مياه القدس عبد الخالق الكرمي الأزمة المتفاقمة للمياه إلى نقص الكميات الموردة للمصلحة والتوسع الكبير في مناطق المحافظة. وأشار الكرمي إلى أن مصلحة المياه نجحت في تنفيذ مشاريع تحسين للوضع مثل تأهيل آبار وتركيب مضخات جديدة لزيادة الإنتاج وتحسين توزيع المياه في مناطق عديدة، ومع ذلك تظل بعض المناطق في وضع صعب مثل منطقة كوبر شمال رام الله، وذلك بسبب عدم توزيع المياه بشكل كاف وانقطاعها في بعض الأحيان. لنستمع إلى ما قاله مدير عام مصلحة مياه القدس عبد الخالق الكرمي لوطن. سبب الأزمة هي نقص كميات المياه الموردة للمصلحة، واللي هي أصبحت غير كافية إطلاقا نتيجة التوسع الكبير جدا اللي عم بيصير في مختلف أنحاء المحافظة. الأزمة صارت في محلات كثيرة، لكن إحنا يعني خلال السنوات السابقة قمنا بتنفيذ العديد من المشاريع المهمة جدا اللي خففت من حدة الأزمة هذه بشكل كبير في كثير من المناطق. يعني مثلا عدنا تأهيل الآبار عين سامية، موضوع كلفنا حوالي 7 مليون شيكل بتمويل ذاتي، ضاعفنا الإنتاج في عين سامية من 5500 متر مكعب يوميا إلى 12000 متر، وهذا يعني أحدث تغيير نوعي في توزيع المياه في المناطق الشرقية اللي هي دير دبوان وبتين ودير الجرير والمزرعة الشرقية والجميع المناطق اللي الكرة في المنطقة الشرقية. العام كان في مشكلة في كفر عقب والرام، عملنا مضخة تحت الأرض إذا بتتذكري، وهذا المضخة يعني قدرنا نسحب كميات من شبكتنا اللي هي في بيت حنينة إلى منطقة الرام وكفر عقب والثاني. الآن أنت بتلاحظ الفرق بالتوزيع المياه في الرام وكفر عقب، يعني كثير مستقر بمقارنة مع السنوات السابقة. فإحنا الإجراءات اللي بنعملها عم بتخفف من الأزمة وبتعالجها
في مناطق امتياز المصلحه. الان احنا عملنا مشاريع في كثير من المناطق، بقيت هذه المنطقه احنا ما بنقدر ننفذ جميع المشاريع في جميع المناطق في نفس السنه. يعني هذا حكي مستحيل من لا من ناحيه امكانيات ولا طواقم ولا مقاولين، ولا احنا بننفذ بناء على يعني امكانيات المصلحه. الحل الجذري زي ما بقول برجع بقول دائما هو ان نوفر كميات المياه بتوفر علينا كل المشاريع وكل الجهد. الآن بالنسبة للمناطق هذه اللي ذكرتيها اللي هي دور الفرع، دير زيت، الدوحة، أبو قاش، عطارة، كوبر، أبو شخير، المنازع الغربية، جفنة، عين سينيا، هذه المناطق جميعها عم بتعاني وإحنا مدركين وعم نحاول قدر الإمكان إن نخفف حدث الأزمة عندهم. طيب. هذول كلهم جايين على خط واحد اللي هو الخط الشمالي. ابتداء من اليوم احنا غيرنا برنامج التوزيع للمناطق هاي، لانه تبين معنا انه برنامج التوزيع اللي مبني على العدد على الايامات المحدده ما بيخدم هذه المناطق. احنا اكتشفنا انه في يعني هذا شيء جديد ما كانش مبين معنا العام، ما كانش موجود العام، انه يعني الايام لما تكون محدده في بعض الناس اللي في المناطق المرتفعه ما بتشرب، وبالتالي الدوره الثانيه ما بتشرب، وبالتالي مش راح يشربوا. لذلك احنا قررنا تغيير البرنامج في هذه المناطق. ندعو المواطنين في المناطق اللي انا ذكرتها يتابعوا موقعنا على صفحه الانترنت ابتداء من اليوم، راح يكون التوزيع بناء على الدوره وليس بناء على اليوم. يعني دخلنا بير زيت مش راح نطلع منها تيشربوا كل الناس في بير زيت، وبالتالي ننتقل للمنطقه اللي بعديها، ندخل على كوبر مش راح نطلع منها حسب عدد الايام زي كنا ما نطلع، راح نبقى في كوبر لغايه ما كل الناس تشرب في المناطق الواطيه والمناطق العاليه. نتوقع مده الدوره تكون بين 10 ايام الى 14 يوم. ومن أخبار الاقتصاد العربي، تستمر أزمة الجراد بالتصاعد في اليمن نتيجة وصول العديد من الأسراب وانتقالها من مكان إلى آخر في ظل محدودية وسائل المكافحة، مع تعاظم أخطار الغزو المتواصل للجراد الصحراوي تحديدا وتهديده لمصادر الأمن الغذائي في البلاد. وحذرت الجهات الحكومية المختصة من استمرار انتشار الجراد، والذي يهدد الكثير من مناطق التكاثر الصيفية التي تشهدها عدة محافظات، ما يشكل بؤرا خطيرة لانتشار هذه الآفة واتساع تهديداتها للزراعة في اليمن ودول الجوار. وأفادت مصادر يمنية بأن تجدد انتشار الجراد من وقت لآخر يفاقم أزمة القطاع الزراعي في اليمن، بالنظر إلى ما يشكله من مخاطر في تقليص مصادر الغذاء والإضرار بالإنتاجية الزراعية وإضعافها بنسبة تتخطى 30%. وأضافت المصادر أن تقييم جهات ومراكز الرصد المعنية تثبت أن الظروف البيئية في الوقت الراهن ملائمة لتكاثر الجراد، حيث أن اليمن تعد أرضا خصبة لتكاثره، إذ شهدت البلاد فورانا غير مسبوق للجراد الصحراوي خلال العامين 2019 و2020، ويرجع سبب ذلك إلى التغيرات المناخية وما عاشته البلاد من أعاصير، والتي تركزت بشكل أكبر في سواحل اليمن الشرقية. وتقول وزارة الزراعة والري في العاصمة صنعاء إن دخول الجراد إلى اليمن من عدة اتجاهات ضاعف صعوبة تتبعه والسيطرة عليه من قبل الفرق الميدانية، إلى جانب شح الإمكانيات بالمركز الخاص بالرصد والمكافحة وعدم توفر ميزانية طارئة لمواجهة غزو أسراب الجراد. وحسب الجهات الحكومية المختصة بالزراعة ووقاية النبات، فقد عانى اليمن من آفات نباتية مهاجرة عابرة للحدود بشكل تصاعدي خلال السنوات الماضية، منها آفات مثلت خطرا دائما على المحاصيل كونها تهاجمها في مختلف المواسم الزراعية. ويجد خبراء الزراعة صعوبة بالغة بالتنبؤ بموجات الجراد ومعرفة مدى التكاثر الحالي في اليمن، وذلك بسبب حالة انعدام الأمن السائدة في البلاد، والتي تجعل من الصعب على فرق المسح الدخول إلى معظم المناطق. ومع جفاف الكساء النباتي يصبح من المرجح تشكل مزيد من أسراب الجراد الصغيرة، الأمر الذي يتطلب تكثيف عملية المراقبة الدقيقة في جميع المناطق المتضررة خلال الأشهر القليلة المقبلة لمنع هذه الحشرات من تشكيل أسراب كبيرة مدمرة.
إلى أخبار الاقتصاد العالمي، رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة 12 على التوالي لتصل إلى أعلى معدل في 22 عاما، وجاءت الزيادة مطابقة لمتوسط توقعات المحللين، إذ قررت لجنة السوق المفتوحة رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة لتصل إلى نطاق 5.5%، وهو أعلى معدل منذ كانون الثاني من العام 2001. وبدأ المركزي الأمريكي دورة تجديد النقدي في آذار من العام 2022 في مسعى لكبح جماح التضخم، والذي بلغ ذروته 41 عاما في تموز 2022 عند 9.1%، ثم تراجع تدريجيا إلى 3% في حزيران الماضي، مقتربا من المعدل المستهدف عند 2%. وقالت لجنة السوق المفتوحة في بيان لها عقب اجتماعات استمرت يومين، تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة، حيث كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضا، فيما التضخم لا يزال مرتفعا. وأضافت أنه من المرجح أن تؤثر شروط الائتمان الأكثر صرامة على الأسر والشركات والنشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم، لكن مدى هذه الآثار لا يزال غير مؤكد، مشددة على أنها لا تزال مهتمة للغاية بمخاطر التضخم، وملتزمة بشدة بإعادته إلى المستوى المستهدف عند 2%. لكن لجنة السوق المفتوحة قالت إنها مستعدة لتعديل السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها، وستأخذ تقييماتها في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل وضغوط وتوقعات التضخم والتطورات المالية والدولية، إضافة إلى رفع أسعار الفائدة. قالت اللجنة في بيانها إنها ستواصل تخفيض مقتنياتها من سندات الخزينة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. الاقتصاد العالمي أيضا، ارتفعت أسعار النفط 1% خلال تعاملات اليوم الخميس، وعوضت خسائر الجلسة الماضية بعدما طغى شح المعروض والتوقعات بزيادة الطلب الصيني على المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي. وزادت العقول الآجلة لخام برنت 72 سنتا لترتفع إلى 83 دولارا و64 سنتا للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا لترتفع إلى 79 دولارا و56 سنتا للبرميل، ليتجه نحو أعلى مستوياته منذ 19 من نيسان الماضي. وتراجعت أسعار النفط أمس الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزون الخام الأمريكي بأقل من المتوقع، ورفع جلسة مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، تاركا الباب مفتوحا أمام رفع آخر. ومع أن تحرك الاحتياطي الاتحادي كان متوقعا، يتحول تركيز السوق إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، إذ تعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة للتحالف اجتماعها الشهري الأسبوع المقبل، وستكون توقعات اللجنة للطلب أساسية في معرفة ما إذا كانت السعودية ستقرر تمديد خفض الإنتاج الطوعي البالغ مليون برميل يوميا حتى أيلول المقبل. وإلى أسعار صرف العملات، والتي جاءت اليوم على النحو التالي. الدولار الأمريكي يصرف بثلاثة شواكل وخمس وستين أجورة. الدينار الأردني بخمسة شواكل وخمس عشرة أجورة. أما اليورو الأوروبي فيصرف بأربعة شواكل وأجورة واحدة. في نهاية هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. هيئة تشجيع الاستثمار توقع اتفاقية تعاون مع بنك الاستقلال.
أزمة مياه متفاقمة في بلدة كوبر شمال مدينة رام الله. والبنك المركزي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية عشرة على التوالي. بذا نصل وإياكم مستمعينا مشاهدينا إلى نهاية نشرة وطن الاقتصادية. نشكر الزملاء في غرفة التحكم ونشكركم على حسن المتابعة. هذه تحياتي وإلى اللقاء. وطن الاقتصادية نشرة إخبارية يومية من الأحد حتى الخميس الساعة الرابعة حتى الرابعة والنصف على شبكة وطن الإعلامية. نتابع آخر وأهم ملفات الشأن الاقتصادي مع تحليلات اقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطن الاجتماعية والمعيشية. هذه النشرة برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، بناء. وبنك الاستثمار الفلسطيني، تنمية وأمان.